اعتقد احنا لسه في موازين الوقت ماشيين تبع النمط اللي كان موجود قبل كده، بحيث ربما الأزمة احنا دلوقتي في منتصفها، لأنها عادة تأخذ ما بين يعني 4 و6 أسابيع، ما لم تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، وإن يبقى عندنا حرب إقليمية كبيرة يدخل فيها بقى الضفة الغربية وسوريا وحزب الله وإيران. ده موضوع تاني خالص مصر تحاول أن تتفاداه وتجمع حول رأيها القدر الكبير من الدول العربية ودول العالم الأخرى. هل دكتور عبد المنعم متوقع ده ممكن يحدث، ولا المحاولات اللي بتتم النهاردة في هذا المؤتمر المهم والرسالة الواضحة انه مش عايزين الموضوع يتوسع، لانه التوسع هيأثر على العالم كله مش على المنطقة ولا الإقليم كمان، هل وارد يحدث حتى لو بنسبة 1%؟ الوارد ان احنا ننجح؟ انا اعتقد انه وارد طبعا، لانه العالم لا، الوارد انه يبقى في حرب إقليمية؟ طبعا انا لا استبعدها اطلاقا، لانه هو كده يعني ما بين قوى الشر وقوى الخير في صراع دائم، وقوى الشر تريد ان تدفع يعني يعني الاخوه في، خد بالك انه الكلام ده مش بس اللي حصل، انما الذي لم يحدث هو ان السلطه الوطنيه الفلسطينيه ومنظمه التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي والوحيد لم تاخذ دورها في الاداره للقضيه الفلسطينيه خلال المراحل السابقه، وبالتالي عندما اختطفت حماس هذا الدور فهي تقوم يعني عن المصريين والاردنيين والجميع بتقرير مستقبل الحرب والسلام في المنطقه. هذا كلام في منتهى الخطوره على مصير امم تكرس نفسها لبناء نفسها ويتعامل شعوبها مع قضايا ذات طبيعة تاريخية كبيرة بالنسبة لهم. فهنا القضية هذا الاختيار مهم جدا، وآمل أن هذا المؤتمر يكون قد أعطى دفع يعني للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية. وأعتقد أنه أيضا المشاورات ان احنا نخلق بديل حقيقي للقوى الحالية التي يعني لا تنسى يا أستاذ أحمد الأنفاق التي كانت تدخل إلى مصر، والتي يعني إذا تركنا الموضوع في أيدي من لا يهمهم أمننا القومي فأعتقد حيبقى خطر كبير، ومصر واعية لذلك. ولذلك لابد أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حيث يجب أن تكون في غزة. حضرتك بتتكلم على السلطة ترجع لغزة طبعا زي ما كان قبل كده، لانه حتى المعبر كان تديره الاداره السلطه الفلسطينيه مش حماس حتى الان. يعني هو لما بدات المفاوضات في اخر حرب كانت حكايه ازاي يعبروا، فالاسرائيليين رافضين حماس لانه حماس ليست هي تنظيم غير دولي، هي ليست دوله، وبالتالي عندنا مشكله، لانه اسرائيل بتقول انا يعني موضوع القانون الدولي ما يمشيش على حماس. احنا بنتكلم على حاجه فيها اتفاق مع وحدة سياسية اسمها سلطة الدولة الفلسطينية التي هي توجد في رام الله حاليا، لكنها حرمت من خلال يعني احنا عارفين الإخوان المسلمين يا أستاذ أحمد. فيعني حصل تغيير رغم الشعب الفلسطيني، واستخدموا هذا التغيير في القيام